القيس اللي مطروح هو نقل، فيه نقل البضائع، هو محرر يخضع للعرض والطلب وللعقد اللي هو بين اللي تيهز البضائع وبين الشركه الكليون. هذاك محرر، الدوله ما دخلش فيه. القطاع ديال نقل البضائع السيد النائب المحترم فيه قرار وزاري اللي تيرجع ل 1996 يوم كانت اسعار البترول ب 14 و15 دولار. هذا القرار لم يغير ديال الاسعار من 1996 الى 2016. اليوم اي حاجه اللي هي مرتبطه بهاد الاسعار حنا مستعدين نراجعوها، لكن حنا تنتصوروا على انه الاسعار الى ما تغيرت من 96 راها بالبوفوار داجا بالقيمه ديال 1996. وبالتالي الاشكال كاين في الممارسه ديال بعض المهنيين اللي تيستغلوا العطل والمناسبات للرفع من القيمه. اما الاسعار المعتمده ديال 96 نظنها انها ملائمه للمواطن المغربي. شكرا. حنا بالفعل اليوم الاشكالات اللي كاينه هو في دخول عديد من السماسره في المناسبات واساسا الاعياد، من تيكون هناك طلب حقيقي العرض ما تيكونش في مستوى الدوله، الاداره تنعطيو رخص استثنائيه. الممارسه الاخيره ديال العيد الصغير، العيد الفطر، جعلتنا اننا اليوم اتخذنا قرار على انه المساله اللي جايه اليوم في العيد الكبير عيد الاضحى ان شاء الله غادي يكون بطريقه اي رخصه استثنائيه الا وفيها هذا الالتزام عدم الزياده على السعر ديال 1996، وانه كل حافله اللي بان عليها على انه استغلت هذه الفرصه.